أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم، وسعيد جداً أن ألتقي بكوكبة من أبناء عدن، الشرفاء رجالاً ونساءً. أحييكم جميعاً ومن خلالكم لكافة أبناء عدن الذين هبوا لتطهير مدينتهم التي تلفظ تلك الجيفة النتنة، ولا يمكن لأحد أن ينسى تضحيات أبناء عدن والتي دشنت مشوار المقاومة وكان أبناءها مفخرة لكل اليمن. هزموا تلك الماليشيات الإنقلابية وطردوها بدعم من الأشقاء. تدركون جيدا حجم التحديات التي تواجه أي مدينة بعد أن تخرج من الحرب والتخريب، وخصوصا إذا كانت تلك الحرب مع ماليشيا حاقدة وناقمة ومجرمة تستهدف كل شيء. وفي الحقيقة أن الجميع كان يطمح ويطمع في أن تكون أوضاع عدن أفضل مما هي عليه الآن، خصوصا وقد أعلناها عاصمة مؤقتة، وكنا ولازلنا نريدها نموذجا للمحافظات المحررة في كل المجالات. تستوعب كل الشرفاء من أبناء وطننا وتكون قبلة للمنظمات وللسفارات وحاضنة لكل مؤسسات الدولة، فلقد اتخذت قرارا كان من أصعب القرارات، وهو نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. وواجهت الحكومة بنقل الوزارات والهيئات والمصالح إلى عدن، وعلى أبناء عدن ألا يضيعوا الفرصة التاريخية ليعيدوا لعدن دورها، وألا يسمحوا لأي أن كان أن يحول دون استقرار عدن. نعتقد أن الأولوية التي يطمح لها أبناء عدن بعد أن تم استقرار صرف المرتبات للمدنيين والمتقاعدين والجيش والأمن، الأولوية وهي الاستقرار الأمني وتطبيع الحياة والتركيز على الخدمات الأساسية والضرورية الخمس، في خمس أشياء دائما الإنسان ما يتابع لها. واحد، الكهرباء. اثنين، الماء. ثلاثة، الصحة. أربعة، التعليم. خمسة، الطريق. خمس، الإنسان بحاجة لها. هذا اللي احنا 60 سنة في الشمال والجنوب ما وفرناها للشعب اليمني. عندما اتفقنا في الحوار الوطني في صنعاء قلت مشتي حد يزايد من أصحاب الأحزاب ومن المنظمات ومن أصحاب الصحافة والإعلام، قلت خمس، ما وفرتها للشعب اليمني في 60 سنة، الماء والكهرباء والصحة والتربية والتعليم والطريق. إلى الآن عاد اليمني يمشي بها، ما قدر يوصل. وعلى أبناء عدن ألا يضيعوا الفرصة التاريخية لتعود عدن دورها، وألا يسمحوا لأي إن كان يحول
دون استقرار عدن. نعتقد أن الأولويات التي يطمح لها أبناء عدن بعد أن تم استقرار صرف المرتبات للمدنيين والمتقاعدين والجيش والأمن، والأولويات التي هي الاستقرار الأمني وتطبيع الحياة والتركيز على الخدمات الأساسية الضرورية الخمس، هناك تحديات كبيرة يجب على الجميع في الدولة ومواطنين التكاتف لتجاوزها. هناك مخربين وعشاق مشاكل ودماء ينبغي أن يتوقفوا عند حدهم. هناك عناصر تخريبية وإرهابية ينبغي أن لا تفلت من العقاب. عدن لا تستحق ما يحدث فيها. أنا أتابع الوضع في عدن ولست راضي عن كثير مما يحدث في عدن ولا عن أداء كثير من مسؤوليها، ووجهت الحكومة أن تكون قريبة لمعالجة قضايا عدن وخاصة الخدمات فيها. لكم أن تتخيلوا أن قضية واحدة فقط أتابعها شخصيا وتؤرقني كثيرا، وكنت أمس في اجتماع هنا مع قيادة الكهرباء، هذه المعضلة التي يشتكي منها كل الناس وهي مهمة لكل الناس، وللأسف هناك من يتلاعب بهذا، وقد حذرتهم يوم أمس، ولكن أيضا تخيلوا مثلا كم نحاول أن نضغط على إمكانياتنا لتوفير المشتقات النفطية للكهرباء. تخيلوا شهر يونيو ونص من شهر يوليو كم قد خسرنا على المشتقات النفطية حق الكهرباء، 96 مليون دولار قيمة المشتقات النفطية لعدن، وحجم ما يتم توريده كاملا من الكهرباء في عدن لا يتجاوز 2 مليون دولار فقط. الدخل حق عدن للكهرباء 2 مليون دولار. أبشركم بأنني شخصيا قمت بالتواصل مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، اتفقت معهم على كهرباء 500 ميجا تغطي عدن وبجان ولحج،